قصف عنيف ومتجدد تعرض له حي جوبر براجمات الصواريخ والأسلحة الثقيلة أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في الحي. مركز المدينة وتحديدا حي البرامكة سقط فيه عدد من قذائف المدفعية تساقطت في نفق الفحامة وبالقرب من ملعب تشرين وإحداها أمام مبنى أمن الدولة أدت إلى سقوط جرحى وفقا لناشطين. وإثر ذلك شهدت الأحياء المحيطة استنفارا أمنيا شديدا بمحيط فرع أمن الدولة من جهة البرامكة وتمركزا للقناصات على الأبنية المجاورة وإجبار السيارة في نفق البرامكة على العودة. دمشق حي تضامن. حي التضامن شهد اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام، كما اندلع حريق كبير في أحد الأبنية السكنية قرب مجمع الثامن من آذار بسبب قصف قوات النظام. الأحياء الجنوبية من العاصمة دمشق ومخيم اليرموك كانت عرضة لقذائف النظام ما أدى لاحتراق عدد من المنازل. كما استهدف النظام حي القابون والمنطقة الصناعية أدى ذلك لدمار كبير فيها. هذا وأفاد ناشطون بقيام قوات النظام وميليشيات الشبيحة بحملة دهم واعتقالات في حيي الصالحية والشاغور.